السلام عليكم يا بنات، ان شاء الله كلكم بخير. انا هلا فرجيتكم كيف بعمل القهوه تبعيتي، اوقات يعني مو كل يوم، بس اليوم حبيت اني اتلذذ شوي بالقهوه واحط كريم وورجيكم كيف بعملها. اليوم انا عندي اشياء كتير بدي اسويها، بدي اشتري اكل لابني من اول جديد لانه خلص اغلبيه الاشياء اللي بياكلها، ورح ورجيكم الاكل اللي هو بياكله، ورح أورجيكم بعض السناكس يعني اللي بعطيهم كمان، بس يعني يجوع إذا أنا بكون برا أو بده ياكل شي بس الأكل منه جاهز، فكتير بحب أعطيهم. فإن شاء الله تستمتعوا بالفلوق. اليوم انا جاي معكم ورجيكم الاشياء اللي اشتريها لابني، وانا اليوم بسينزبري ولابسه كفوف ومعي شنطه، وحروح على منطقه اكلات الاولاد الصغار. هون وصلنا على مكان اكلات الاولاد، وكان اغراضهم العاديه كمان، وانا اليوم بدي فتش على اكلات لطعمية هون لابني لما بكون محصورة ما عندي وقت لأعمل له أكل طازة. ففي كتير أنواع مختلفة، وأغلب الأكلات هون أورجانيك، فخالية من المبيدات الحشرات وهيك، وخالية من MSG. فرح فرجيكم بعض الأشياء اللي بشتريها لابني. هيدا من بعض الأشياء اللي بحب اشتريها، هيدا لبن مع توت والموز، كتير سهل طعمية خاصة إذا ما أنا جوعان بالصبح لانه بيرضع بالليل، وصغيرة كمان يعني بقدر اخذها معي باي مكان. فهذا من ضمن الاشياء اللي هشتري لي اياها. فحاليا لاحظت انه ابني عنده شوية حساسية حول رقبته وظهره من فوق وكتافه، فما بعرف من وين اجت هالحساسية. لحد هلا انا طعمته كل الاكلات اللي بتحسس مثل البيض والحليب واللوز وهيك اشياء، ونطرت يعني فترة قبل ما طعمي أكلات تانية، بس لحد هلأ ما بعرف شو هو السبب. فهذا الأسبوع ما رح طعمي أي شيء من المحسسات. بعرف أنه هلأ حطيت لبنة بالسلة، بس هذا لبعدين إن شاء الله. فرح أشتري له أكلات بعرف أنه ما فيها أي شيء من المحسسات مثل البيض أو الحليب أو جبنة أو أي شيء. فهذا بس بيكون خضار، هو مو لعمره يعني، هو صار عمر 7 شهور، بس بعرف أنه خالي من هالأكلات اللي بتحسس. فرح أجيب كم شغلة منها. فهذا كان جزر، هيدا سويت بوتيتو، مانجو لحاله، هيدا كمان سويت بوتيتو كاروت اند سويت، مثل يعني اللي بقبله بس مختلط مع السويت. فهيدا هو، وكمان رح اجيب له هيدا، هو كتير بيحبه، قرنبيط وبازيلا وسبانخ. ورح شوف اذا فيها شيء ممكن يعطيه حساسية. لا، بس فيها خضرة مهروسة. وشو كمان رح جيب له؟ هيدا بازيلا بيقدر ياكلها كمان، وما بيحطوا فيها شيء لانه هيدا من الاطعمة الاولى، بيسموها first taste، فبتكون خالية من الحليب وهيك اشياء. ف
عم احاول فتش له على شيء فيها عدس بس ما ملاقيه. هذا فيه يقطين وسويت بوتيتو. شوف اذا فيها شيء يحسس. لا يمكن ما تعجبه هيدا لانه غريب، بس القطعه غريبه. نشوف اذا فيها شيء ولا لا. لا ما فيها شيء. اسفه اذا ما عم يعمل فوكس، بس هي بعض الاشياء اللي عم جبله اياها. عم احاول فتش على شيء في عدس بس ما في، لانه بدي اياه ياكل حديد. هذا في بازيلا، كيل وجزر. اسفة في بعض الاشياء ما بعرفها شو هي بالعربي. هيدا في اشياء منيحة، بازيلا، ارنبيط وبطاطا. وكمان عم اشوف اذا خالية من الاكلات. اي صح منيح. في اشياء كتير بتمنى بقدر اجيب له اياها لانه كتير طيبة، بس لحد هلأ بدي استنى حتى اشوف اذا عنده تحسسات ولا لا. امر لله. شو هيدا هون سباكيتي؟ لا هيدا في جبنة. هيدا في عدس. كنت عم فتش على شيء في عدس، بس شو كمان حاطين؟ في حاطين شيء تاني. لا من الهيئة ما حاطين شيء تاني، فهذا ممكن يكون مفيد الو. رح جيب كم واحدة من هدول يكون جاهز لطعمية. وحاطين فيه رز كمان يعني حتى يشبع. احلى شيء ببريطانيا بقلكم شغلة، انه لانه في كتير ناس ما بيأكلوا لحمة وما بيأكلوا اشياء مشتقات من الالبان، مشتقات الالبان، بيعملوا كتير اكلات ما فيها شيء ابدا. اسفة ما فيها شيء ابدا من هالانواع، لانه في ناس مثلا الهندوس ما بيأكلوا هيك اشياء، فبتكون متوفرة. من زمان ما كانت تكون كتير متوفرة، بس هلا فيك تلاقي بسهولة. بعتقد انه جبت له اشياء منيحة بتكفي، فرح ارجع على البيت هلا وافرجيكم شو رح اعمل فيه. هلا يا بنات انا رح بطريقي على دكان ببيع اكل سوري. هو دكان سوري يعني تابع لمطعم سوري كتير بحبه لانه مليان اغراض. اسمه دمشقي بمنطقة شبز بوش. هدول الاغراض اللي برا عنده كل انواع الاكلات، حتى عنده الكوسة اللي بنحشيها بنسوي فيها محشي. رح فرجيكم كيف شكله بس فوت لجوا. انا فتش هلا على سلة. كل انواع الخبز اللي بيبيعوها كتير حلو. هيدا الخبز العراقي كتير بحبه وبحطه بالفريزر، وامتى ما بدي باخده بسخنه بحطه بالفرن او بالتوستر. فراح جيب كم واحدة منهم كتير كتير طيبين. هيدا خبز مدور اول مرة بشوفه قصدي، فرح نشوف اذا حلو ولا لا. باخذ وحده منهم هلا. اكثر شيء كمان بحب فتش عليه هو السوسيس، وهدول عندهم كثير سوسيس طيبه، فرح نلاقي وحده منهم. سوري هذا صوص توم كثير طيب، بحطه مع اي شيء، وخاصه بحب اكله مع البيتزا مع اطراف البيتزا، كثير كثير طيب. ورح جرب هيدا الصوص، شكله كتير حلو، اسمه اندلم صوص. اكلته اول مرة من كم شهر وكتير كتير طيب، خاصة مع الدجاج او اي شيء، مع الشيبس، مع اي شيء، كتير كتير طيب. هاي كل انواع الصوصز اللي بيعملوها، يعني هي متوفرة بكل الاماكن، بس
هذا الرف الفوقاني كله متوفر هون بدمشقي. أهلين يا بنات، في أشياء كنت بدي ورجيكم ياهن ما قدرت ورجيهم بسينزبري لأنه تلباكت وابني صار يبكي وجوزي اتصل فيه، بس على العموم بدي ورجيكم ياهن لأنه كتير كتير بحبهم وكتير طيبين. هدول هن وافل أمور، هن وافلز في 5 قطع بس كتير كتير شكلهم حلو، وكنت كتير متحمسة اشتريهم لأنه بدي أشياء هيك بسرعة سريعة أكلها بأيام الأسبوع العادية، لأنه أوقات ما بيكون عندي وقت، بس كمان اشتهيتهم، فهذول اسمهم وافلز أمور. تاني شي شفت وأنا ما عرفت أنه بيبيعوا هيدا الشي بسينزبري، بس هيدا بانكيكس معمولة بالباتر ميلك فور بلجن شوكولات أند كارميل فوج بانكيكس. يعني أنا لما شفتهم هذول طار عقلي ما قدرت ما أجيبهم، فليكوا شكلهم قديش حلو، كتير طيب. واخر شيء اشتريته كمان بعد ما اشتريت الاكل بنفس المكان، يعني شفت هيدي المصاصه. انا عم احاول اعلم ابني انه يشرب المصاصه انه هو بس بيرضى مني، بس بما انه رح ارجع الشغل بعد 5 شهور بدي اعطي شويه وقت حتى يتعود على مصاصات وهيك اشياء. فهي بتنفتح هيك، ما مبين كثير انه في بلاستيك، بتنفتح وبيطلع منه شريمونه. انا اوريدي جايبت له كباية فيها شريمون، بس هيدا يعني حسيتها غير شوي، بتطلع لفوق. الشيء المختلف هاي بين هاي والتانية انه الشريمونة من تحت تقيلة، فبس يشرب الولد تطلع لفوق القنينة بضلوا الشريمونة معلق هون، فما بيسحب الحليب. بس الكباية الثانية اللي عندي اياها اللي هي هاي توم توم، مثل ما شايفين الشريمونة هيك بتتحرك تحت، فالمي فبيقدر يشرب المي كيف ما كانت القنينة. هاي اسمها مصاصة توم توم، وعليها هون شريمونة من فوق بتتسكر هيك وما بيوقع منه شيء، ما بيزرب منه شيء وهو مسكر. فبس حبيت أورجيكم بعض الأشياء اللي اشتريتها من آخر سوبر ماركت فيزيت تبعي. إن شاء الله عجبكم هيدا الفيديو، إن شاء الله عجبكم كمان تسوقي في دكان عربي. إذا بيعجبكم هالأشياء